كنا نأمل ونتمنى أن نترك الخلاف السياسي ولو مؤقتا أو نؤجله، أو الخلاف المذهبي أو الفكري أو المسلك يعني المنهجي في التلقي ونحو ذلك من التوجهات المعروفة الآن في عالمنا الإسلامي. ولكن للأسف استطاع الطغاة ومن ورائهم طغاة الغرب أن يستعملوا بعض أصحاب العمائم وبعض أصحاب الدعوة، والذي ينبغي أو يفترض فيه أو كان المؤمل منه أن يكون إصلاحيا، ولكن نجد الآن كل صوت من أي طائفة كان يدعو إلى مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويستحث إيمان المسلمين وعاطفتهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليردوا على هذه الإساءة، إذا بهؤلاء ما يجدون صوتا يرتفع بهذا النداء إلا وفوقوا إليه سهامه ورموه عن قوس واحدة واتهموه بشتى الاتهامات، واتهموه بأنه عاطفي. يا سبحان الله، وهل العاطفة عن الإيمان بمعزل؟ وهل حب الله ورسوله والجهاد في سبيله إلا عاطفة وإيمانية واجبة؟ ما كان يظن بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف مدافعا عن فرنسا وعن منتجاتها وعن ادعاء أن الدعوة إلى المقاطعة ستحمل إلينا المفاسد والكوارث على الأمة، وكأنه ناطق باسم خارجية حاكم بلده.